لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمستمعكم الكرام. في ظل تزايد هذه التظاهرات ووقوع عدد من القتلى بين المتظاهرين، كيف تفسر إصرار حكومة العبادي على التعامل مع هذه التظاهرات بالرصاص الحي رغم إنكار العبادي لذلك؟ العبادي بطريقة واضحة تماما ارتكب جريمة هذا اليوم بتوجيه قواته وميليشياته بتوجيه الرصاص الحي إلى المتظاهرين، ورغم حتى وإن أكثر العبادي، فبالتالي عباد اليوم يده متختام بدم المتظاهرين العراقيين بطريقه واضحه تماما. وهذا ما يحدث لانه اطلاق النار كما وصفهم عباد بان هؤلاء مخربين وليس متظاهرين. اليوم هذه الشعارات التي يرفعها حزب الدعوه منذ تولي المالكي الذي قال عن مظاهرات مليونيه في محافظات سته ان هؤلاء فقاعة وما إلى ذلك من الأوصاف الطائفية، واليوم العباد يكرر استدلال ذاته عندما يصف هؤلاء المتظاهرون السلميون الذين يريدون حقيقة أن ينتزع العراق إيران، وبالتالي كشفوا عور هذه الأحزاب التي تدعي أنها تمثل الشيعة بطريقة واضحة تماما وميليشياتها عبر أحقاق مقرات تؤكد مرة أخرى على أن حزب الدعوة هو القمع والقتل، وبالتالي هم يعملون على قتل الشعب العراقي بطريقة في هذا السياق كيف تقيمون تصريحات العبادي التي وصفها الكثير من المراقبين بأنها متناقضة، نفى فيها من جهة استخدام قواته للرصاص الحي ودعا من جهة أخرى القوات الأمنية للتصدي للمتظاهرين واصفا إياهم بالمخربين؟ العبادي حقيقة لو كان هناك قانونا ولو كانت غير أمريكا تحتل العراق، العبادي الآن مجرم حرب، حاله حال المالكي لأنه وصف متظاهرين ووصف شعب بأنه غوغائي أو أنه مخرب، وبالتالي أمر بفتح النار بدليل أن هناك عناصر بالعشرات من الجيش قد انشقوا بعد ظهر اليوم عندما تم التوجيه لهم، واليوم قبل دقائق سقط شهيد في منطقة الدبير بالبصرة من خلال إطلاق النار بكثافة والطائرات تحلق فوق رؤوسهم. هذا يؤكد على أن العبادي حقيقة يسعى دائما، وهو سعى في الموصل وغيرها، سعى بأنه يدر الرماد في العيون أمام وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع هو يوجه بالقتل والدمار، يوجه بالاعتقال، ويوجه بالإعلامات المباشرة من خلال رمي النار الحي والرصاص الحي على المتظاهرين. نعم، نبقى في تصريحات رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي قال إن منظمات الجريمة، أن هذه التظاهرات تقف خلفها منظمات الجريمة المنظمة، من المقصود من هذا التصريح؟ المقصود بطريقة واضحة كل القوى التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات والتي هي مناهضة لعمليتهم السياسية التي رعيت باحتلال أمريكي وإيران تسيطر عليها بطريقة واضحة تماما. فالعبادي يستخدم مصطلحات يعني لم تمس إلى الصلة إلى من هو ضدهم، وبالتالي اليوم تبين تماما أن الشعب العراقي مع من، واليوم أصبح الشعب العراقي في وادي. أنا لا أتكلم عن مظاهرات بالعشرات، نتكلم عن مئات الآلاف يخرجون. اليوم كانت مظاهرات يعني كبيرة تماما عندما تواصلنا على الهواتف، لأن الانترنت تم قطعه وهذه جريمة أخرى. يعني هم يتبجحون بأنهم لديهم حرية تعبير أو أنهم يسمحون للتظاهرات، قطعوا كل الانترنت، فبالتالي عبر التواصل اليوم مئات الآلاف خرجوا في محافظات لا سيما الناصرية، دخلت على خط المواجهه، والناصريه عندما تكون لا يمكن تهدئتها او انها سيمكن ان تعود، وبالتالي اضافت تدخل للثوره. على هذا الاساس لان العباد يتهم شعب كامل قاطع الانتخابات، شعب كامل يتهمه بانه ضد العمليه السياسيه، وهو يعلنها شهاره ان هؤلاء المتظاهرين يعلنونها انهم ضد هؤلاء الاحزاب الفاسده التي سلمت العراق ايران، وهذا حقيقه تطور نوعي في تطور المطالب المتظاهرين خلال ايام وخلال مده وجيزه تماما، انهم ذهبوا الدروع باتجاه المشكله الحقيقيه التي الاحزاب سلمت العراق ايران، وهم يريدون انتزاع العراق من ايران، وبالتالي صرحوا باسماء قاسم سليماني وما فعله في العراق.
وباسماء الاحزاب والتشكيلات التي تدعمها ايران بطريقه واضحه. نعم استاذ عبد القادر، بحديثكم عن هذا الوعي لدى الشباب المتظاهر اليوم في الشارع العراقي، ما هو مستقبل هذا الحراك الشعبي بعد هذا الحجب الذي انقطاع الانترنت وحجب الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي؟ المتظاهرون مستمرون بثورتهم، وانا اقول ثوره لانها انتقلت بهذا الوعي الى ثوره، وبالتالي ستستمر وستتمدد هذه التظاهرات افقيا وعموديا، هي ستتسع في مناطق كبيره، ولا سيما هناك تخوف بدليل اليوم وزير الداخليه وميليشيات بدر تنتشر بطريقه مكثفه على ساحه التحرير وسط بغداد خوفا من خروج المظاهرات، والان معلوماتنا الدقيقه انهم ينشئون حاجزا حول المنطقه الخضراء. على هذا الاساس فانهم يعلمون ان هذه التظاهرات تنتقل وهي ستتمدد، واقول انه بعد مقاطعه الانتخابات الشعب العراقي يئس ان يكون هناك عمليه سياسيه، وبالتالي هو يفكر بالبدائل والوسائل الجديده، التظاهر وربما سنشهد ان العشائر التي تمتلك سلاح في جنوب العراق ستحامي وستحمي، وبالتالي ينبغي حقيقه عليها ان تستخدم كل وسائل الحمايه للمتظاهرين الذين يعبرون بطريقه سلميه واضحه عن مطالبهم وعن ما يكون من الشعب العراقي، ويمثلون تطلع وطموح الشعب العراقي جميعا، لذلك حقيقه ينبغي على العشائر ان تبادر بحمايه المتظاهرين. نعم. وينبغي على الذين يوعد لهم بقتل المتظاهرين ان يتركوا سلاحهم بانه لن تنتصر هذه الطبقه الحاكمه على الشعب، وبالتالي هي خطوه بالاتجاه الصحيح، حتى وان قطعت هذه التظاهرات فان الشعب العراقي قد اخذ مساره وقد اصبح مساره هو ان يواجه الشعب العراقي العمليه السياسيه والطبقه الحاليه الموجوده ومشروع ايران في المنطقه وفي العراق على وجه الصدور بطريقه واضحه تماما، فان مصيرها حتى هو انها ابتدات بمشروع ومسار حقيقي للشعب العراقي، وهذا المسار سبقتهم فيه المحافظات في عام 2016 واليوم يكرر، وبالتالي العراق سيتحدون بالكامل المستقبل الطرف الحقيقي الذي ذبح العراق وهي الاحزاب التي تحكم وهي مواليه ايران، وبالتالي ينبغي انتزاع العراق. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان.